السلام عليكم ورحمة الله أخوتي وأخواتي، في حلقة جديدة. كنتمنى هاد الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال إن شاء الله، والله يرفع علينا هاد البلاء في القريب العاجل، والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع مرضى المسلمين. وقبل ما نبداو في الحلقة ديالنا، الناس اللي مازال ما تابوناوش في القناة تابوناو دابا وديروا جيم لا فيديو فضل الله أمرا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد أعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالآراء ديالكم اللي كتفيدنا ونخلينا نستمروا. ورا جميع التعاليق كنحاول أنني نقراها كاملة، ما عدا اللي بعد المرات اليوتيوب كيحجبها لأنها كتكون بحالة سبام، يعني بحالة كيكون كيتكرر هذاك التعليق من عند واحد الشخص، لذا كيعتبروه بحالة شي حاجة اللي فيها إشكال ولا هذا كيمسحوه إذا ما كنتوفقش باش نقدر نقراه. وكنتمنى إن شاء الله هاد الوصفة اللي غادي نقدم لكم اليوم تنال الإعجاب ديالكم. أنا سعيدة لأنني غادي نحضرها، هذه واحد الحلوة اللي هي صحية، اللي غادي المكونات ديالها يكونوا الفواكه الجافة والمجففة بطريقة سهلة، واللي ما كت يعني ما كتحتاجش أن نطهيوها لا والو، يعني غادي نوجدوها بسرعة وسهلة وزوينة في التحضير، وغادي تنال الإعجاب ديالكم وتقدروا تناولوها وانتم فرحانين وما خايفين من والو، اللي ما فيها لا سكر لا بيض لا حتى شي حاجة اللي غادي تضر بالصحة ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله يمكن لكم تحضروها على حسب مناسبات واعياد ولا تشهيتوها. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوهم في الوصفه اللي نقدروا يعني نديروها على حسب الاعياد ولا على حسب المناسبات ولا ناكلوها في الاوقات اللي حنا بغينا. طبيعه الحال مرضى السرطان ومرضى السكري ما كيخصهمش يكثروا من هاد الامور هادي، واخا طبيعيه. غادي نقدم لكم بعدا العبارات ديال هاد المقادير. عندنا القرقاع اللي عندنا فيه 50 غرام، وعندي هنايا واحد 100 غرام تاع نابل عجوز او اللي تنقولوا ليه نوا داكاجو ولا لاكاجو، وعندي هنايا واحد 150 غرام ديال الكاوكاو و150 غرام ديال اللوز المحمر. بالنسبه للاكاجو محمر ولا يعني القرقع ما حمرتوش، وعندي التمر اللي حيدت ليه العظم ديالو، داك النوع اللي كيتعجن اللي باش يجينا ساهل في الطحين ديالو. عندي هنايا منه 200 غرام، وعندي 200 غرام ديال هذا قمر الدين او المشمش المجفف، وعندي جلجلان الاسود، وعندي جلجلان اللي هو يا صفر العادي ولا جلجلان البيض. غادي نخلطهم باش غادي نزين بهم في الاخر، ولا كان عندكم واحد الحبه ديال زهره الفاني تقدروا تاخذوا اللب ديالها وتضيفوه مع هاد المكونات باش يعطينا نكهه جميله. لا ما كانش عندنا نقدروا نستعملوا ايضا ماء الزهر ولا ما نستعملوهش. اول حاجه غادي نديرها من بعد ما نقيت هادشي ومسحتهم مزيان، غادي نطحنهم، غادي نطحنهم باش يوليو يتعجنوا لينا، وغادي نهرمش هاد الفواكه الجافه باش غادي نمزجوا المكونات ان شاء الله مع بعضها. الان غادي نبداو نطحنوا اولا في هاد المكونات الجافه على قبل، حيت راكم عارفين التمر غيتعلق شويه في لاباراي، لذا غادي نطحن الكاوكاو واللوز هاد الفواكه الجافة دفعة واحدة. تقدروا أيضا تضيفوا الزرارة، يعني مثلا زبيب، زرعة الكتان، بحال هاد الأمور، يعني بغيت نقول زرعة الكتان، جلجلان، زرعة ديال القرعة، وتضيفوهم عليها. نبداو على بركة الله. كتشوفوا القوام اللي حصلنا عليه، سيبقى مهرمش بهذا الشكل هذا، يعني ماشي حنا بغيناه يكون عاوتاني معلق وانما مهرمش بحال هكا. الان غادي ناخذ التمر وغادي نضيفوا عليه هذا المكون الثاني اللي هو يا هذا المشمش المجفف، ونعاود نطحنوه. نشوفوا دابا كيفاش كتعلق، هي نقدروا نخدموا بها بحال هكا ونقدروا نزيدوها الا بغينا. انا نحاول انني نفكها على هكا ونعاود نطحن واحد شويه مازال،
وغادي نضيفوها على المكونات ديالنا، وغادي نبداو كنمزجو فيهم مع بعضياتهم حتى نحصلوا على عجينه متجانسه. وديك الساعه غادي ندوزو للمرحله المواليه ديال التشكيل. انا غادي ناخذ هاد العقده هاتي ونضيفوها على هاد المكونات ونحاولوا معها بشويه. الا بغيتو تستعملوا القفازات او ليغون استعملوهم باش ما يتوسخوش ليكم يديكم، حيت هاد الشيء راه كيتعلق شويه. انا ضفت واحد المعلقه وحده ديال ماء الزهر، هانتوما كتشوفوا، ومازال كاين هنا. غادي نبداو نخدموها، راه فيها شويه ديال الخدمه. غندخلوهم بشويه بشويه، ملي نكمل غادي نعاودو نطلق. الان غناخذوا هاد المكون ديالنا اللي حضرناه، راه باش يسد تعلق زدت عليه شويه ديال التمر، حيت مع هو في الاساس كان خصني ندير 250 غرام ديال التمر المعجون، لذا زدت التمر وزدت حتى الدبس تاع التمر. يمكن لكم في بلاصه الدبس ديروا العسل نتوما، ويعني المتوفر عندكم بالحق. كيف ما قلت لكم الا كان العسل خاصو يكون عسل حر. دابا كناخذو كنشكلو بحال هكا، مازال غادي نشكلو واحد اسطوانه يعني بحال بغا نصيبو فقاس. انا كنقاد فيها دابا ودايره السلوفان من تحت، حيت مازال ملي غادي نرو ليه مزيان غادي نزيد جلجلان باش ندورو فيه. وناخذو داك الجلجلان اللي عندنا نرشوه بحال هكا، الشكل هذا نحفو باش يشد لينا فيه هادو، نزيدو شويه. هانتوما شفتو انا غادي نقطع هاد الجوانب، خليتهم حيت ما جاوش كيف ما بغيتهم، اللي دخليتهم غادي نقطعو غير هنا باش تشوفو من هي ستيكل. نقطعو من هنا، هي الافضل تخليوها تبرد شويه تقطعوها. نقطعو هادا بحال هكا، ونقدروا نديروا شكل اخر عاوتاني. كتشوفوا كيجيو زوينين ما شاء الله، نقطعوهم بحال هكا. ونقدروا كيف ما قلت لكم يهم ان نصيبوهم على شكل مثلا اخر، اللي بحال مثلا انا ناخذ هاد القطعه هذه نديرها نشكلها على شكل كويره مثلا، ونمررها في الزنجلان. نحصلوا على هذا الشكل هذا ايضا، وكيبقى لكم نتوما الاختيار. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا الصحيه واللذيذه اللي حضرناها، بدون سكر، بدون مضافات صناعيه، بدون ملونات، يعني بنكهات طبيعيه اللي هي بالتمر في الاساس وبالمشماش المجفف والفواكه الجافه،
وضفت ليها حتى الدبس تاع التمر بالزيت، خلطتها ولا كنضيفوا العسل الحر. كنتمنى هاد الحلوه الصحيه واللذيذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانتم تجربوها ان شاء الله بدوركم، وما تبخلوش علينا حتى نتوما بالوصفات في التعاليق الا كاين شي وصفات صحيه. بالنسبه لهاد الحلوه مازال غنحط لكم القناه اللي شفت فيها بعض الحلويات وهاد الشيء اللي هو صحي، انا كنت شفتها من عند واحد الاخت، يعني ماشي من عندي زعما كاينه انا درتها، ولكن نقدر نغير فيها شي شويه، ولاني شفتها عند واحد السيده هي باش عجبتني وقلت غادي انا نجربها ونبارطاجيها معكم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.